استنى شو عم تعمل؟ لك اتحمست والله، شو عمل؟ اصحك، ما بتحكي اي كلمة اذا ما سمحت لك، فهمان؟ انت قلب ما هيك؟ حضرة الضابط، والله كنت عم جمع بدل العسكرية ولسه ما تأمن معي كل المبلغ، بس والله ما كنت بدي أهرب، مستحيل فكر بهيك شي. ولك سكوت، نحن أمن دولة وجريمتك كبيرة، امشي معنا. يلا شوف، حط إيدك ورا ورح أخدك مكلبش. شو لوين بدكم تاخدوني؟ والله العظيم ما عملت شي، اتركوني. سكوت، راح أغطي لك رأسك كمان، ما لازم تشوف شو في جوا السيارة. طيب خليني بدل ثيابي. ما في داعي، أساسا هلا رح لبسك بدلة واقية. شو بدي البس؟ أعمل لك بدلة واقية. يا ربي، طيب فهمني شو عم يصير، والله خايف. لا تخاف. خايف. يلا امشوا، خذوا. الله يوفقكم، يلا اتركوني كرمال. امشي، والله أنا بريء يا جماعة، امشي والله اتركوني، والله العظيم ما عملت شيء، ما عملت شيء أبدا. اتركوني إن شاء الله. قالوا لي عندك بيت داخل بالتحور الحضاري، ما سألت حالك ليش تأخروا كتير بالعمارة لهالدرجة؟ لأنه طلع في تحته تحف ثمينة كتير ومهمة لدولتنا، وما قدرنا نعرف إذا هي التحف لإلك ولا موجودة هنيك من زمان كتير، ولهالسبب أنت معنا هلأ حتى نتأكد. هلأ رح ننزل من السيارة ورح تلاقي في صحافة برا، اوعك تجاوب على اي سؤال من الاسئله، الموضوع سري. في كاميرات؟ مشان الله فك لي ايدي، مو حلوه انزل هيك يا حضره الضابط. لا تخاف، رح فك لك. والله بنفضح اذا حدا شافني بهالمنظر. يلا رح ننزل. يا ريت نعرف منك اذا هذا صاحب البيت. في عندنا اكثر من سؤال، اذا في مجال خبرنا. اذا بتريد هدول الكنوز لإلك، شو الاجراءات اللي ممكن تتبعوها؟ صافيني دقيقة من وقتك إذا بتريد. بس أعطيني دقيقة من وقتك. اسمعني، رح نخبركم التفاصيل القضية بعدين، لهيك تركونا نخلص شغلنا. ممنوع حدا يتجاوز هذا الخط يا عنصر. حقني. حاضر سيدي، سيدي بترجاك جوا. شوي شوي، حاسس حالي رح أوقع. شو صاير هون؟ مو شغلتك تعرف، الشيء الوحيد اللي بخصك هون هو الموجود جوا هالجرة. يلا لبسه بسرعة. امشي. طيب طيب. يلا تحرك بسرعة. أعطيني، طالع لي اللي بقلب هالجرة وشوف إذا بخصك أو لا. هذا خاتم زواج ستي وكتير غالي علي، بس شو اللي جابه لهون؟ ما حدا بيوجه الأسئلة هون غيري، أعطيني إياه. تفضل. سكي. هالخاتم شهد على زواج ستك، وهلأ دورنا. تقبل تتزوجني يا قلب؟ يعني كل هذا كان مخطط له؟ كله كرمالي؟ قلت لي لازم أبدع. إيه، وشو رأيك؟ بقبل، طبعاً بقبل.